ودي ايت من لول ثبت ثمس مونتن اسطد وما سنتندين تنون نسر مذ التغمسة خير خذاي من توارات تستان حراقي تغري يبدنا سقواسا خمشان نربلا مانيين ذي تفعيل ترسيم اذا يسل عادل اثمازيخت ابراهيم باوش ياسين السملالي ذي هشام السعداوي استغلي اختك شمت مازيغت استمنضا وطن 2011 ارو كانت تقلني مغربين سوزر فم السدوس اسني يدون اسمنضا ونتيد انت مازيغت اسنت لادنيت ادي سموني مدرون اغتينا وتسن مالا وسط امازيغ دوام مسن مدينتي غيت ملول المقارنه اصلا اللي تسكن وماس مدينتي غايت ملول اللي تسكر البرلمانيين في القانون التنظيمي اللي كانوا وين تمازيغ اللي راه دي فوغ غمان نوريا كوكن ان راه كيس نفتنا يتنغ نسن تنايين يمدوك كالنغ البرلمانيين اللي راه دينغي حاضر ايكيان وكزو ماس الحمله اللي تسكر وسطاء امازيغ افد تسن كل السن ميد نتوري اللي تسالا غماس القانون التنظيمي هاد ماسي خصك كيس تسكير المشروع هذا القانون التنظيمي اللي تيوي الحكومه تنا تسكريا الحد الادنى للمشاورات ولكن الاستمرار للنقاش غوان غيكادنيت غوان ندوات هاد هي جد مهم قضيه الامازيغيه اللي منذ الدستاره غلد تقالت القضيه المغاربه كلهم تقا ياتي الفاعل السياسي تقاتي الفاعل المدني تقاتي القوى الحيه للمجتمع كلهم إلا ودو خطر دارو برلماني غسنو الشق نو سورس أسرتان دو زرفان تمازيغت سلوانا كوي غيسفلد أو برلماني يمقاين نوامونا غارم باش تلك متمازيغت أتيلي غوداد انتغدمت دو سومو نتناقش الدور البرلماني سواء كشخص فردي اللي يحمل الهاجس الأمازيغية أو كفريق برلماني النقط اللي فريت ترافع وبالتالي مدى التلاقين النقط اللي ترافع في لسنة المجتمع المدني اللي سجل النضال كبير حل المجالات وبالتالي في حل اللقاءات نستفد بزاف من الملاحظات اللي يحتو قدامي على مستوى النقط اللي راه ترافع لأن أساس نزكي الترافع عنه يخصى أنك توقسن افاد تتلي التمازيغ انه الدرس سيري الترسيم حقيقي ماشي الترسيم يتوعي على اساس اللهجات ولا التعبيرات اللسانيه بقدر من انه اللغه الرسميه الموحده المنفرده اللي في سول الدستور وكان يلي عداد نتغوسي وين حماس القانون التنظيمي اللي سيخصات تعدلت افادتي اتيلي يت الحمايه القانونيه يتمازيغ إبيك سوزت أمازيغ دو مسن مدينتي من ويس قوسنا ياد باش تكفين تنين سن غيقر انت مازيغ تغط من ضوط مشار غيلاد قمين إمستقر ندافين أزر فام السدوس إيرواني تمازيغت مقارتينين تمازيغت تينيت مازيرتك